هلا ما حدا منا ما في بوجهه عيوب او بجسمه او عيوب نفسيه، هلا مجتمعنا غالبيته عم تكون عيوبه نفسيه عم تطلع لبرا، بس يعني حلوه القناعه. من بعد رنا شو اخذتي قرار بالنسبه هو أنا للتجميل؟ انا اوريدي هذا القرار انا اخذته، اني انا ما بحب اني اساسا اني اعمل تجميل، بس بدي التوابع هاي القصه انه تخلص كرمال انا اكون مرتاحه. يعني هلا تقريبا 90% ما عاد في منها شيء. لما تضحكي؟ لا في شيء. لا منيحه بالضحكه. لا شغلات بتبقى الضحكه. انا كثير انسانه دقيقه، فكثير الديتيلز بتعني لي، وهذا الشيء كثير بيتعبني وبيتعب اللي حوالي. بس انه لا، الحمد لله. بتقولي ما بهمك شكلك؟ لا بهمني، بس ما بلحق التجميل بحيث انه انا خلي شكلي يتبع للموضه مثل اي تنوره او اي تي شيرت او اي شيء. بتشوفي حالك امراه جميله؟ بحب حالي، بحب شكلي، ما ضروري يكون جميله، بس انا كثير بحب شكلي. وبحب حاليا، صرت حبه اكثر لانه صرت احس حالي كثير مختلفه. ما عاد في اشكال طبيعيه، الكل صار بيشبهوا بعض، الكل صار يعني بعتقد هلا اللي عم بيصير انه من ورا الفلاتر، انه هلا انا لما احيانا بنزل فلاتر، فلما بشوف حالي على الفلتر بقول انه يا الله شو احلى. بس على الفلتر احلى؟ اكيد على الفلتر احلى، اكيد عيوب البشره بتروح. في ناس على الحقيقه احلى من الفلتر. في ناس على الحقيقه مظبوط صح، بس انه بتقبلي حالك بلا فلتر رنا؟ ايوه بنزل كثير صور، بتنزل بلا صوره فلتر. بلا فلتر وبلا ميك اب وما عندك مشكل، وعامله كثير ادوار ما فيها ولا هيك فون على وشي. خلينا نحكي بالدراما العربيه وبالدراما اللبنانيه والسوريه، في كثير تجميل، يعني في كثير ممثلات واضح التجميل عليهم. مزبوط. شو رايك بهيدا يعني هيدا الظاهره بمجال التمثيل؟ الانسان حر اخر شيء بحياته. هلا لاقول لك، اول شيء انا اكتشفت حالي قديش انا بحب هيك مع الايام اللي عم تمرق بمهنتي. انا ما كنت بعرف اني انا ممكن اني اكون بحب شكلي، ما كنت فكر بهي القصه. انا لما بلشت تمثيل فعلا كان همي اني انا اعمل اداء صح بالمكان الصح مع الاشخاص الصح. فبهيدا الوقت كانوا البقايا لا همهم يكونوا اللبس، الستايل، الشكل. اختلف الزمن هلا، لانه هلا في تسارع كثير كبير باختلاف كثير شغلات عم تمرق معنا بحياتنا. اكتشفت انه لما وصلنا لهالمكان يلي كل الناس عم تغير فيه بشكلها، انا حسيت انه انا ما بدي، انا بحب حالي هيك. عملت رد فعل؟ وانا بحب الخصوصيه يعني بالشغل وبالشكل. ما بحب انه انت عندك هيدي الخصوصيه؟ دائما بحاول اني انا اعملها، اني انا اول شيء ما قلد حدا. اي حدا بالحياه عنده ايدل بمهنته او بحب انه يكون انسان مختلف استثنائي، لما بده ينذكر اسمه يكون في شغلات بتخصه له هو لحاله. انا بحب اني يكون هيك. شي مره كان عندك حدا ايدل قبل ما تدخلي على التمثيل؟ انا بحب ميريل ستريب كثير، ميريل ستريب كثير بحبها.